شفتي أنتي؟ أنا ما كنت متخيلة إنه حلب حلوة كل هالقد. إيه لسه لو تروحي على القلعة وعلى خان الشونة وعلى المدينة وعلى سوق السياغ والحديقة والسبيل بتجنن وبيطيروا العقل. إيه هلا جاي أدري ياخذنا على القلعة. واحذري شو؟ شو؟ قال إنه بده ياخذنا يسهرنا سهرة طرب أصيل. واخ عن جد؟ بتعرفوا من زمان مشتهية أسهر هيك سهرة؟ خالته فريدة مو مشتهية هيك روحة معنا؟ لا بنتي لا، روحوا انتم انبسطوا، انا هون عندي الشغل بالبيت. لا طنط فريدة ما بيصير، يا اما لازم تروحي معنا يا اما مو لازم تضلي بالبيت، اما الروح حبلاكي امبوسيبل. إيه اذا كان هيك بروح معكم. لكان سقفي لطنط فريدة. بتعرفي شو طنط، نحن اجينا على حلب مشان نحكي معك بموضوع كتير مهم. إذا كان مشان سميحة لا تعذبي حالك أبداً أبداً. بس هذا ضد مبادئ. معلش يا أنتي فريدة، هلأ بسنة التخرج كتير ضروري إنه الطالب يحضر. وإذا بتجيب مراجع تدرس هون بحلب، بعدين وقت بصير وقت الفحص بتروح على الشام تدرس وبتنفحص وبترجع. لا ميديا قليلة. طب شلون بتجيب المراجع؟ طنط فريدة انت ليش ما بتتركيها تروح على الشام؟ بلا هم بلا مم، خلاص هون بتام تحت انظاري، انتهى النقاش. يا طنط فريدة يعني كمان لو ضلت بالشام كأنها تحت انظارك. يا سميحة ما شاء الله عنا قوية وقت حالها. باغ اكزومبل لما اشتغلت عندي بالمكتب. شو؟ هتشتغلي عندها بالمكتب؟ لا مو عندي، معي. ليش ما قلتي لي هالحكي وليك؟ لانه ما حسيتها شغله مهمه مو ميديا. طنط فريده انت ما بتتخيلي قديش وجود سميحه بيناتنا ضروري، وعن جد قديش تغير كاركتيرها لما ضاعت برحله المسير. شو ضعتي بالرحله؟ وليش ما حكيتي لي انك ضعتي؟ لا 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 طنط، هي ضاعت بس بعدين التقيت. لا تصدقيها لهي رانيا، هي بتخيل اشياء من كتر ما بتقعد هيك بتتامل. ايه ماما صدقيني يعني عن جد هي كلها تخيلات، يعني معقول اطلع رحله بدون ما اقول لك؟ مو ميديا طبعا. لا خليكن وانتي بالذات خليكي، انا بفتح. روحي رحله، روح روحك ان شاء الله صخمه. والله صف عمركم انتو الجوز، يعني هلا اذا كانت بتخليني اطلع بطلت تخليني. ليش كل هاد؟ صباح الخير خالتي فريدة. أهلا صباح النور، شو هاد؟ لخي مشان الصبايا ما يبردوا مالا شي لأنه برد حلب بيقص المسبار خطي. صباح الصبايا. صباح الخير. اجيت بوقتك أول مرة، كنا عم نقنع على خالي فريدة تخلي سميحة تنزل على الشام، ما عم تخليه لأنه خايفة عليها كتير. ليه يا خالتي فريدة، هي ما حبيتها منك طاول، خايفة على سميحة وأنا موجود؟ أدري موجود خايفة حدا يقرب على سميحة؟ أعوذ بالله، أنا ما بخلي حدا لا يقرب عليها ولا يأذيها. عم حكولها 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 شلون هداك النهار انقذتكم بالبريه، لك وقت كنتوا طالعين بالرحله وكان اجوا بدي يهجموا عليكم اكلت لحوم البشر وانا ايه؟ ايش كل ايش عم تطلعوا فيني؟ مو هيك صار؟ يعني رح تروحوا تتركوني لحالي؟ سميحه خلاص منجرب نجي مره ثانيه ونقنع ماميتك. امتى؟ خلص سموحه خليها على الظروف. انا اصلا تري 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 اوكوبي، يعني عندي شغل لفو فو راسك. ايه وانا عندي التصوير. يعني راح تتركوني لحالي هون؟ يا سميحه يا حبيبتي شفتي ما تركنا طريقه نقنع فيها لامك وما كانت تقتنع، يعني ما في امل. والله يا سميحه نحن عملنا اللي علينا والباقي على الله. اذا بتتركوني وبتروحوا على الشام بطلع على السطح وبزت حالي. ها طيب شو العمل؟ لا قولي حل. خلاص سميحة سيف هالوجيك. ليكو ما بتطلعوا من هذا البيت، يا منروح سوا هالشام يا منضل كلياتنا بهذا المعتقل. بالله شو خلاص فكري انتي. انا كتير صعب. انتي يلا. اصلا عارفاني رح تطلبوا مني هالشي. هذا هو الشيء.
لا، عم بشتغل لحالي. أنا برأيي لما تشتغلي شيء وتعذبي حالك. ليش؟ رانيا وميديا قرروا يناموا عنا. شو؟ رانيا وميديا قرروا يناموا عنا. سمعيني بالله سمعيني، إيش عم بتقولي؟ ليش ديناموا عنا؟ انبسطوا بجو حلب، انبسطوا بالأجواء العامة، انبسطوا فيكي ماما، فحابين يبقوهم. انبسطوا بحلب، انبسطوا فيني، وانبسطوا بالأجواء العامة. إيه وهذا عفوا يعني اقتراحك لاقتراحهم، يعني انت استضفتيهم لهن استضافوا حالهم؟ لا يا ام، هن استضافوا حالهم. هن استضافوا حالهم؟ ايه قومي قومي اتحركي، اساليني رفيقتك هي هنادي، في معها في طابون السيارة لمحل شنتاي خامسة. ايش شو؟ ايه محل شنتاي خامسة، ايش بك انجددتي؟ هدي ما عم اسمع لك، محل شنتاي خامسة. ايه هي رفيقتك هنادي، يعني انا بدي اروح مع صبايا عشان. قومي قومي اتحركي خلصين. يا الله يخلي لك هالرفقات يا بنتي، يعني حبكم لبعضكم احلى شيء بهالدنيا. قالش ابي يضحكوا علي عشان اخليها ترجع معهم. إيه انا بس اجوا على حلب اكدت لي جيتون انه بنتي شقد مرتاحه معهم، وانا كمان اطمنت عليها. إيه الله يوفقكم يا بنات. إيه يا ريت على ايامي كان عندي هيك رفق، يا ريت. بس وين يا حسره. ايه وشو مناسبة هالفطور؟ ما بعرف، بدك تسألي هل سميحة. وهي الشاي صار جاهز يا بنات، حذروا كيف رح وطركن اليوم. عجزنا. ها هذا الزيتون المكلس اللي رنوشتي بتحبه كتير. شكرا، كتير طيبين. نيوشة انت بتحبي الفول بلبن، وهذا الفول لإلك بس. وهي المعلم عشان تاكلي نشاط. هنادي انا جبت لك الاشقوان مع المحمرة. عن جد مرسي كتير سميحة، بس فعلا خجلتينا. ميدو انتي بتحبي الكرواسون كتير، عشان هيك انا جبت لك اليوم كرواسون. تفضلي مدي ايدك. لا تكوني نجحتي وتخرجتي وعم تضحكي علينا بهيك حلوان. شلون بدي انجح بدون ما اقدم امتحانات؟ لا تكوني عملتي لك شي عملي. ها انا طلعي فيني، انا وشي وش عماي صراحة. ايه لكن شو سر هالطاقة الايجابية اللي حلت عليك هيك فجأة؟ ما في سر، بس لاني بحبكم كتير. بتحبينا؟ ايه بحبكم، وبحب الشام، وبحب حياتي معكم، وما حسيت بقيمة هذا الشيء غير لما كنت رح اخسركم وبطلكم معكم هون موجودة. مشان هيك انا قررت استمتع بكل دقيقة تجمعني فيكم.